بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا جمعت بين قلوبنا بالإيمان وأنعمت علينا بنعمة القرآن وشرفتنا بأن جعلتنا من أمة سيد الأنام. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين البر الوفي الكريم. أيها الإخوة الأحباب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب من أيام الله، وهذه الأمسية الثقافية، هذه الندوة الثقافية في الأسبوع الثقافي الثامن الرئيسي الذي تقيمه مديرية أوقاف القاهرة تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. إخوة الإيمان، موضوعنا في هذا اليوم والذي نتحدث فيه يدور حول الصدق في الأقوال والأفعال. معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ سامح زينة، ومعنا أيضا متحدثان كريمان فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا، وفضيلة الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونختم ندوتنا الثقافية بابتهال ديني، ويكون معنا فيه المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن. أيها الإخوة الأحباب، في هذا المكان الطيب في مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة نبدأ ندوتنا الثقافية بخير الكلم وطيبه، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال لشيء كن فيكون. قال الله وبهديه يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سامح زينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
خلق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة الأحباب إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ سامح زينة، وكانت في مستهل هذه الندوة الثقافية التي تقام في هذا البيت الطيب من بيوت الله، مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة، والتي تأتي ضمن الأسبوع الثقافي الثامن، الأسبوع الرئيسي الذي تقيمه مديرية أوقاف القاهرة تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة الأحباب، موضوعنا في هذه الندوة الثقافية يدور حول الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الفضيلة، وهي فضيلة الصدق، وامتدح الصادقين في قرآنه الكريم، وأجزل لهم العطاء في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا شك إخوة الإيمان أن الصدق يهدي إلى كل خير ويهدي إلى كل بر، وعكس ذلك الكذب الذي يهدي بصاحبه إلى كل إثم وكل فجور.
أيها الإخوة الأحباب، كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تدور حول هذا المعنى، وهو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، فليتفضل. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على من عليت له الرتب وكشفت له الحجب، فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، وسميته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما، وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى من اقتفى أثر سيدنا محمد إلى يوم الحشر والقرار، ثم أما بعد. القرآن الكريم تكلم عن محور مهم، ألا وهو محور الحياة. من أهم المحاور التي تحدث عنها القرآن الكريم الحياة بشقيها، الدنيا والآخرة. فلا ينبغي لإنسان أن يغفل عنهما معا، لكن الناس تجاه التعامل مع الحياة الدنيا والآخرة أصناف. منا من يغفل الآخرة، ومنا من يغفل الدنيا، ومنا من لا يغفل لا دنيا ولا أخرى. وهذا من نور الله عز وجل بصيرته فجعل لقلبه بابان، باب مرحبا أستاذنا، باب مفتوح على الآخرة ليصل به إلى الحق سبحانه وتعالى، وباب يتعامل فيه مع الخلق في الدنيا، فلا يغفل لا مهمته في الدنيا ولا ما عليه لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التعامل أساسه الصدق، أن يكون الإنسان صادقا في كل أفعاله وتصرفاته وحركاته وسكناته، في خلواته وجلواته، في أفراحه وأطراحه، صادقا في التعامل. سئل أحد الحكماء: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، إلا أن صفة واحدة تستر هذه العيوب. قيل له: ما هي؟ قال: الصدق. كلمة الصدق لو وضع في آخرها تاء مربوطة صدقة، ولو زيد بعد الدال ألف صداقة، فالعطاء والتعامل مع الخلق أساسهما الصدق.
الصدق أساس العطاء، والصدق أساس التعامل مع الخلق. ومن محبة الله عز وجل للصادقين أمرنا أن نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن شرف الصدق أن الله سبحانه وتعالى شرف به كلامه وحديثه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من أهم وسائل القرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان صادقا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق أحد أهم أركان تكوين الشخصية الإسلامية. على عكسه تماما الكذاب المنافق. فأصل كل خير الصدق، والكذب أصل كل شر. الكذاب يكون خائنا، الكذاب يكون منافقا، الكذاب يكون غادرا، الكذاب يكون ظالما، الكذاب يكون مفترا. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الكذب والخيانة، فقال: يطبع المرء على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. يطبع المرء على الخلال والخصال كلها إلا الكذب والخيانة. والسيدة عائشة تذكر لنا أسوأ صفة يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث لها توبة. فما يزال في نفسه منه شيء حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. الصدق علامة المؤمن الحق، ولا يجتمع الكذب والإيمان في قلب عبد مؤمن أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد المؤمن لا بد أن يكون صادقا في كل أحواله، في أقواله وأفعاله وتصرفاته وحركاته وسكناته. يكون صادقا مع الله بالنية الخالصة، نكون صادقين مع أنفسنا بالمحاسبة، نكون صادقين مع الناس بالمعاملة الطيبة، نكون صادقين مع أوطاننا بأن نتقن العمل، نكون صادقين مع أولادنا بتربيتهم تربية صحيحة. وأخيرا، سئل أحد الحكماء: أرأيت صادقا؟ قال: لو كنت صادقا لرأيت الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر فضيلة العالم الجليل الدكتور محمد عزت أمين عام
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقا، ونرحب أيضا بالسادة الحضور الدكتور ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي، والشيخ محمد السيد بدر مفتش بإدارة أوقاف المعادي، والشيخ عبد الله عبد الفتاح مفتش بإدارة أوقاف المعادي، والشيخ علاء صقر مفتش بإدارة أوقاف المعادي، والشيخ مصطفى علي سمك إمام وخطيب المسجد. كما نجدد الترحيب بالسادة الحضور الأحباب أي الإخوة المؤمنون، ونحن نتحدث عن الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. لا شك أن للصدق فوائد عظيمة، فوائد لا تحصى ولا تعد، وأن الصادق الذي يتحرى الصدق ترتفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى ويرتفع شأنه بين الخلق. انظروا كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يلقب بالصادق الأمين، وكيف كانت مكانته بين قومه عندما دخل الكعبة وأرادوا أن يرفعوا الحجر الأسعد أو الحجر الأسود، وعندما قالوا نرضى أو نرتضي من يدخل أولا من هذا المكان، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ارتضينا هذا الصادق الأمين. فلا شك أن الصدق له منزلة عظيمة وهو مرتبط بالأمانة، فإذا صدقت كنت أمينا، والصدق والأمانة من مكارم الأخلاق التي حث عليهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هذه الكلمة حول هذا المعنى الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف وإلى سائر العاملين بها، ابتداء من القائم على أمرها معالي وزير الأوقاف والإخوة الكرام الذين يتولون أمر الدعوة في هذه المنطقة المباركة. وأقول ومن الله التوفيق، الحديث عن الصدق في ضوء القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول، الحديث عن الصدق مضافا إلى الذات العلية أو الذات الإلهية. الاتجاه الثاني، الحديث عن الصدق مضافا إلى الأنبياء والمرسلين وبخاصة خاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتجاه الثالث، الحديث عن الصدق كخلق فطري عرفه الأسوياء، وإن لم تغن معرفتهم عن النبوة والرسالة فيما يتعلق بضوابطه وقواعده. وبيان ذلك على النحو التالي: أولا، فيما يتعلق بالصدق
مضافا إلى الله جل في علاه، وجدنا الحق سبحانه وتعالى يخبرنا في مواطن تبلغ حدا في الكثرة أن الصدق صفة من صفاته وخلق من أخلاقه إنجاز الوصف. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الأمم السابقة، وأخبرنا كذلك بأمور تتعلق بشريعتنا وبأمور آتية إلى قيام الساعة وما بعد الساعة. وصف حديثه عن الأمم السابقة بقوله: ومن أصدق من الله حديثا. ووصف إخباراته ووصف أوامره ونواهيه بقوله: ومن أصدق من الله قيلا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأن الصدق خلق إلهي في قول الحق سبحانه: قل صدق الله، أي أخبرهم بأن الحق سبحانه وتعالى صادق في كل ما يخبر عنه. وعندما ننظر إلى أهل الجنة من ناحية، وننظر إلى وقائع الدنيا من ناحية ثانية، نجد أن الصدق من قبل الذات العلية قد تجلى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن تبلغ حدا في الكثرة. نذكر من هذه المواطن: وعد الحق سبحانه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة بأنه سيعود ثانية إلى مكة المكرمة. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقد تحقق وعد الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما حيل بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أداء العمرة، كان الإخبار الإلهي بأنه سيؤدي ذلك وأكثر، وذلك في قول الحق سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وتحقق وعد الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا امتن الله علينا، وأملنا في الله أن يمتن علينا بأن نكون من أهل الجنة ولو بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحق سبحانه قد أخبرنا أن أهل الجنة بعد أن يدخلوها يحمدون الله على هذه النعمة ويتوجهون إلى الله بالشكر قائلين: الحمد لله الذي صدقنا وعده. فتحقق الوعد الإلهي الدنيوي في الآخرة، وكان الوعد قائما على أساس من الصدق الذي بدأ بإنعام الله على من شاء ليكون من أهل الجنة. كذلك إذا ما انتقلنا إلى سير الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا الحق سبحانه يمتدح كثيرين من الأنبياء والمرسلين بأنهم قد تخلقوا بأخلاق الصدق، بل إنهم بالغوا في الالتزام حتى وصفوا به بصيغ المبالغة،
قال تعالى بحق الخليل إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وامتدح إسماعيل بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وامتدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكذب، وما كان له أن يكذب، ولو وقع منه شيء من هذا لنال من العقاب أو لناله من العقاب الشيء الكبير. والدليل على هذا قول الله تعالى بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكونه صلى الله عليه وسلم يلقى ربه على خير حال، لم يؤخذ منه باليمين ولم يقطع منه الوتين، فدل ذلك على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكذب ولو لمرة واحدة طيلة حياته. ولهذا عندما نقف على موقف المعارضين للأنبياء والمرسلين، وبخاصة الذين عارضوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم قد اختلقوا بعض صفات السلب التي وصفوه بها، فقالوا ساحر، شاعر، كاهن، يأتي بأساطير الأولين إلى غير ذلك، ولكنهم لم يستطيعوا على وجه الإطلاق أن يقولوا إنه كذاب، لأن خلق الصدق بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زائعاً شائعاً، يعرفه الخاص والعام فيما يتعلق بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن أبا سفيان عندما ذهب إلى أرض الشام واستدعاه هرقل ليعرف شيئا عن أخلاق النبي الجديد الذي جاء بهذا الدين، طرح على أبي سفيان عددا من الأسئلة فيما يتعلق بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأسئلة التي وجهها إلى أبي سفيان أنه قال له: هل جربتم عليه كذبا قبل؟ أي قبل أن يعلن أنه نبي الرسول، وقبل أن يدعو إلى ما يدعو إليه، هل جربتم عليه كذبا قط؟ يقول أبو سفيان: قلت في نفسي لولا أن العرب ستأخذها علي لقلت جربنا، ولكن الذي حال بينه وبين وصف رسول الله بهذه الصفة ألا يعير بها. فكان رده على هرقل أنه قال له: ما جربنا عليه كذبا قط. انظروا إلى الحكماء والعقلاء، عندما يسمعون الكلام يستنبطون منه قواعد. كان رد هرقل على أبي سفيان أنه قال له: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ما كان ليدع، يعني اللي هو طول عمره لم يكذب كذبة واحدة، ما كان له أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. الإشارة أو هذه النقطة تشير إلى أمرين كما قلت: الأمر الأول دلائل الصدق القطعية
المتعلقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الصدق خلق فطري، خشي أبو سفيان أن يكذب فيعير بهذه الكذبة، ولهذا رأينا الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن الصدق بشأن الصادقين، والآيات تبلغ حدا في الكثرة وهي تمدح الصدق وتمدح الصادقين، سواء فيما يتعلق بالخصال العشر التي وردت في سورة الأحزاب في قول الحق سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، ووعدهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وعد إلهي ووعد الله لا يتخلف. رأينا الحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن الصدق هو أن يكون ظاهر الإنسان كباطنه، أن يكون ظاهر الإنسان في الكلام أو فيما ينطق به مطابقاً، أن يكون ظاهر ما يتكلم به الإنسان مطابقاً لما هو في قلبه. فإن أظهر الإنسان غير ما يبطن أو أبطن غير ما يظهر فهو في عداد المنافقين. إن كان عنده علم بأنه يظهر غير ما يبطن أو يبطن غير ما يظهر، وأما إن لم يكن عنده علم بأن ما ينطق به يخالف ما عنده أو ما وقر في قلبه، فذلك ناتج جهل من ناحية أو ناتج الكذب من ناحية ثانية. ولهذا حذرنا الحق سبحانه وتعالى أن نعد بقلوبنا ولا نفي بألسنتنا، أو أن نعد بألسنتنا وألا نفي بقلوبنا، بل لا بد أن يكون لسان حال الإنسان في القول والفعل والحركة والسكنة مطابقاً، لا بد أن يكون مطابقاً لبعضهما أو بينهما تطابق، أي استواء بين داخل الإنسان وخارج الإنسان. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى ألا ننطق إلا بما يطمئن إليه قلبنا، فإن لم يطمئن قلبنا إلى الأمر الذي ننطق به فليس لنا أن ننطق. لماذا؟ لأن الصدق ناتج طمأنينة، ومن يتخلق بهذا الخلق ويتحره ويسير على منواله فإنه يكون محل تقدير واحترام بين الناس. ولو أن الناس فيما بينهم كانوا صادقين في كل ما ينطقون، وكانوا صادقين في كل ما يعتقدون، وكانوا صادقين في كل ما يتصرفون، لكان الوجه الحسن هو الظاهر. وهذا هو شأن المجتمع الإسلامي، الأصل فيه الصدق بين سائر أفراده بلا استثناء. لا يكذب أحد على أحد، ولا يخدع أحد أحدا. وحسبنا أن الحديث النبوي الذي سمعناه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نطق به إنما أورده بصيغ التأكيد، عندما قال إن الصدق يهدي إلى البر. فلو قال الصدق فالكلام مبتدأ بجملة اسمية ولها قوتها،
ولكنه أن أراد أن يؤكد فقال، ثم أعاد ذلك 6 مرات فيما يتعلق بمضمون الحديث النبوي الشريف. ولهذا امتدح المصطفى صلى الله عليه وسلم الصدق ولو كان من فاسق أو فاسد. والدليل على هذا قصة أبي سعيد الخدري في إحدى رواياته، وكذلك في قصة أبي هريرة في رواية أخرى فيما يتعلق بالحراسة لبيت المال والسرقة التي كانت تتم من داخله. وإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يقع ليلا وسرا دون توفر العلم بحارس بيت المال. فلما كانت الليلة 3 وأراد الحارس أن يأخذ بيد السارق ليذهب به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أقول لك أمرا إن فعلته لا يمسسك جن وتحفظ منه، إذا كان الليل فاقرأ آية الكرسي. فذهب الصحابي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فامتدح فيه خلق الصدق من ناحية، ولكنه أخبر أنه سيعود إلى السرقة مرة ثانية. لو أن هذا الخلق ساد بين المسلمين لكان حال المسلمين غير ما هم عليه. أوصي نفسي وأوصيكم كما أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تخلقوا بأخلاق الله. وقلنا إن الصدق خلق إلهي، والله أيضا أمرنا أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، كما أن الله أمرنا أن نلتزم بهذا الخلق في الحياة الدنيا لنحشر مع الصادقين في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين في الأقوال والأفعال وفي كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نشكر فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر الشريف، وكما قال فضيلته: أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اتصف بالصدق والأمانة. لما الصدق والأمانة اتصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ لأنه سيكون صادقا فيما يبلغ عن رب العزة وأمينا على خبر السماء، فلم يستطع المشركون أن يرموه بالصدق بالكذب عفوا لم يستطيعوا أن يرموه بالكذب، بل قالوا ساحر، قالوا مجنون، لكن لم يطعنوا في صدقه أبدا وفي أمانته. أيها الإخوة الأحباب، نختم ندوتنا الثقافية بمديح خير البرية بالابتهالات والمدائح النبوية لفضيلة المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا سبحان من لا يثيب الخير إلا هو يعلو له الكون دنيا سبحان من لا يثيب الخير إلا هو يعلو له الكون دنيا الشمس والبدر الشمس والبدر من أنوار حكمته والبحر فيض من عطاياه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والبر والبحر فيض من عطاياه والموج كبره والزرع قدسه والوحش مجده الطير سبحه والزرع قدسه والموج كبره والوحش مجده والحوت ناجاه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم عظمه
والنمل تحت الصخور الصم عظمه والنحل يهتف حمدا في خلايا رب السماء ورب الأرض قد سجدت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينسى نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العظيمة المباركة وفي هذا الملتقى الديني الجميل الذي ملئ بالبركات والنفحات فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلالي نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله نور من نور الله مخلوق من قبل آدم كان مخلوق في العرش نور منور فوق كامل مكمل بدر التمام أوصف جمال وأقول أنا إيه طه اللي ربه صلى عليه أوصف جمال وأقول أنا إيه سيدنا اللي ربه صلى عليه وشفعته للي صلي عليه صلوا معايا على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلاة النبي فيها الأفراح والسلطنة وغزى الأرواح صلاة النبي فيها الأفراح والسلطنة وغزى الأرواح أصل الهداية والإصلاح أصل الهداية والإصلاح هو حبيبي طه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي صلوا عليه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك